مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر لحصة تونسنا اليوم. اليوم 3 جانفي 2014، يوم مميز في المجلس التأسيسي مع انطلاق اولى جلسات المصادقة على الدستور الجديد. صحيح الاختلاف بدا من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كما يقولوا التوانسة، من المرسى بدينا نقدفوا، ولكن فما نوع من التوافق وفما تقدم، فما حديث على توافقات ممكن يتم التسريع بالمصادقة على الدستور. هذا اللي باش نحكيوا فيه في الجزء الاول من حصتنا اليوم. في الجزء الثاني باش نحكيوا على اضراب أطباء الصحة العمومية، الأطباء الجامعيين وأطباء الداخلين مقيمين اليوم في جميع مستشفيات تونس. شنو مطالب الأطباء؟ شنو أشكال التصعيد اللي يتوعدوا بها؟ مشكلة كبيرة ما بين وزارة الصحة وما بين الأطباء. هذا باش نحكيوا فيه في الجزء الثاني من حصتنا اليوم. في الجزء الأول كالعادة يحضر معنا ضيفنا السيد ياسين إبراهيم، رئيس حركة أو حزب أفاق تونس. ديما يقول لي حزب أفاق تونس، ما عرفش علاش ديما نحسها حركة، ما عرفش بدات حركة. وكالعادة سفيان بن حميدة وجمال العرفاوي، أهلا وسهلا بكم. كما قلت باش نحكيو اليوم شنو اللي صار في الجلسة الأولى متاع المصادقة على الدستور الجديد. خلينا نشوفوا التقرير هذا اللي يلخص أهم الانطباعات اليوم في الجلسة الأولى وبعد نرجع الحوار. في أولى جلساته للتصويت على الدستور الجديد للبلاد، تأخر انعقاد الجلسة الصباحية للمجلس الوطني التأسيسي لساعات، تأخر كان سببه عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. ثم انطلقت الجلسة المخصصة للنقاش في مقترحات تعديل مشروع الدستور والتي بلغت 250 مقترحا. انطلاق الجلسة كان بحضور 192 نائبا من جملة 217 وبرئاسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. البداية انطلقت أولاً بالمصادقة على تسمية الدستور بمشروع دستور الجمهورية التونسية، ومن بعدها بدأ التنصيص على كل نقطة من نقاط الاختلاف على حدة، بداية بالتوطئة، حيث تمثلت عملية المصادقة في قراءة النص الأصلي ثم مقترح التعديل من طرف مقرر الدستور لحبيب خضر، وإعطاء الكلمة لنائب مع النص الأصلي ثم لنائب ضد النص، فالتعديل فالتصويت. هذا وقد لاقت التوطئة جدلا كبيرا، فهناك من اعتبرها متوازنة وتتماشى مع انتظارات الشعب. التوطئة متوازنة، الهوية العربية الإسلامية محل توافق من كل الكتل، راهي التوطئة ذيك توافقنا فيها كلنا مع بعضنا، يعني حطينا المرجعيات الثلاثة اللي هي تعاليم الإسلام ومنظومة القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان. أنا أعتبر التوطئة بتاع الدستور معبرة على انتماء تونس العربي الإسلامي وعلى تمسكنا بتعاليم الإسلام وهويتنا العربية الإسلامية وثقافتنا، وكذلك على انفتاحنا كمشروع وطني على كل القيم الكونية. فيما رآها البعض الآخر أنها تكرس سيطرة حركة النهضة في تمرير أفكارها عبر توطئة الدستور وإذفاء الصبغة الدينية عليها. التوطئة فيها معناها طابع و يعني توجه ايديولوجي اخواني، عدلنا منه جزء مهم لكن يبقى منه الكثير. في المقابل اعتبر شق آخر أن حركة النهضة ومن خلال التوطئة حادت عن مسارها وعن دفاعها عن الشريعة الإسلامية بهدف البقاء في الحكم. أن أصحاب النهضة قبل يخافوا ربي حق ويدافعوا على الإسلام، ونهار الكل يصدعوا في رسله، نحن قوم نحب الموت حبكم للحياة، طلعوا يحبوا الكراسي في القصبة في قرطاج ما يحبوا عن شيء. جلسة أولى للتصويت أعتقد عادية في البداية، شوية هكا أخذت شوية وقت باش نجمنا نبدو في عملية التصويت، ولكن إن شاء الله بعد يكون النسق أسرع. تأخير كلمة وتقديم أخرى، حذف فاصل وزيادة نقطة، خلافات سجلت في الجلسة الأولى للمصادقة على الدستور أخذت حيزا كبيرا من الوقت، مما أضفى نسقا بطيئا على سير الجلسة، نسق من شأنه أن يعطل عملية إنهاء المصادقة على الدستور في الأجل المحدد بال13 من جانفي الجاري. كما شفتوا اختلافات كبيرة في تقييم اليوم الأول من المصادقة على الدستور، وخاصة المسائل المتعلقة بالطوطة. ولكن خلينا قبل ما نبداو في نقاشنا اليوم نمشيو لمقر المجلس التأسيسي. معنا السيد عبد العزيز القطي النائب عن حركة نداء تونس. مساء الخير سي عبد العزيز. يعطيك الصحة. لو كنت تحطنا في الإطار إلى حد الآن، شنو اللي تم المصادقة عليه؟ شنو تم التوافق عليه؟ شنو ما تمش التوافق عليه؟ تجاوزنا توطئة الدستور وإلا لا؟ لا، أنا لحد الآن بدنا بالتوطئة،
المملكة. أيوة. قمنا الصباح بتعديل بسيط على مستوى العنوان، عنوان الطوطه وقيمة، معناها تم معناها المرور مباشرة إلى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قبل كلمة الطوطه، باعتبار أن البسملة هي أول ما يقال في بداية الدستور. تم التوافق على ذلك، ثم مررنا إلى الفقرة الأولى والفقرة الثانية، ونحن الآن بسبب التصويت حول التعديلات التي تخص الفقرة الثالثة. تم التعديل في هذه الفقرة على مستوى ما تم الاتفاق عليه في النظام الداخلي، باعتبار أنه ما يتم الاتفاق عليه وما هو موجود في النص الدستور قبل الدخول في التعديلات، هناك حق لنائب أن يعطي رأي معه ورأي ضد. مرعنا إلا أنه هذه الآراء كانت من شق واحد، وهي من شق حركة النهضة، لأنه بالنسبة لنا اعتبرنا أنه كل ما توافقنا عليه لا يتطلب التدخل، وليس هناك أي ليس هناك أي جدوى من أجل أنه يتدخل نائب ليعطي رأي معه ورأي ضد، باعتبار أنه هذه الفصول أو هذه الفقرات تم الاتفاق عليها. مرعنا لأنه حركة النهضة تمسكت بأخذ هذه الكلمات ولم تكن رأي معه ورأي ضد، وكان وإنما كان من أجل استغلال ثلاث دقائق لإعطاء نظرة حركة النهضة وتفسيرها لهذه الفقرات ولهذه الفصول، وقمنا بمعارضة ذلك داخل الجلسة العامة، وتم رفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق، واتفقنا على أنه في الفصول القادمة سيتم أو سيقوم النواب بعدم مطالبة بهذا الرأي العام أو الرأي ضد. وهذا وقع الالتزام به سي عبد العزيز في الجلسة المسائية؟ نعم، تم الالتزام به هذا في الجلسة المسائية، يعني تم الالتزام به رأي معه ورأي لا؟ نعم، هذا أن يصحب الرأي معه ورأي ضد تم الالتزام به بين جميع معناها رؤساء الكتل والممثلين في النواب المستقلين، وإن شاء الله في الفصول القادمة ما زلنا ما مرناش إلى فصل من نوع هذايا حتى معناها نتأكد من التزام الجميع بهذا القرار، وإن شاء الله تلتزم كل النواب دفاعاً من أجل حتى ربح الوقت التسريع، وهذا هو الهدف بتاعنا أن نسرعه أكثر ما يمكن في أثناء الدستور، باعتبار أنه إذا ربحنا 6 دقائق معناها في كل فصل أو في كل فقرة فإن هذا سيربحنا العديد كثير من الوقت، خاصة وأننا نريد أن نضمن الدستور إن شاء الله نهار 16. شنو المازال الصعيب في الطوطأة الليلة؟ شنو أهم نقاط الخلاف اللي مازالت ممكن تثير جدل في الطوطأة الليلة؟ وهل يتم إكمال المصادقة على طوطأة الدستور الليلة في الجلسة الليلة؟ إن شاء الله يتم المصادقة على الطوطة، ليس هناك العديد من الاختلافات، هناك الكثير من التعديلات ربما لتحسين السياقة أو تقريب 256 تعديل مقترح تقريب. لا لا، هذا في كامل الدستور، في كامل الدستور هاي الطوطة نحكيو على الطوطة، على الطوطة بالنسبة للطوطة هناك لما بعض التعديلات سواء في الصياغة أو كذلك في بعض المعاني التي يجب أن يتم تغييرها، وهناك العديد من النواب اللي قدموا مقترحات في ذلك، خاصة في بعض الفقرات التي لم يتم عليها التوافق، ونتمنى أنه من هنا للحصة المسائية يتم إتمام الطوطة ولربما المرور حتى إلى المبادئ العامة إن شاء الله. يعطيك الصحة سي عبد العزيز القطي نائب عن حركة نداء تونس، كنت معنا مباشرة من مقر المجلس التأسيسي، وحظ موفق لبقية عملية تصويت. سي ياسين إبراهيم مرحبا بك مرة أخرى، كما شفنا اليوم بداية الجلسة الأولى للمصادقة على الدستور، فما حديث على توافقات سهلت برشا عملية التقدم اليوم في المصادقة، ولكن في المقابل فما شوية تخوفات من إمكانية هالتوافقات هذه ممكن ياسر يصير هكا نوع من الجدل عليها من جديد. بطبيعة كما تعرفوا الدستور نجم نقولوا المليح يبتا، ولكن التوافقات بدأت من مدة بدينا حتى في الحوار الوطني في دار الضيافة يوم 15 مايو عملنا مرحلة أولى،
خلطنا للنسخه هذه اللي نسخه 1 جوان اللي ما كانتش كافيه بتاتا، ومن بعد لجنه التوافقات احنا عندنا ريم محجوب من افاق تونس هي في لجنه التوافقات، شاركوا معناها صاروا اكثر من 37 اجتماع لجنه التوافقات، وفما 52 فصل تعدلوا في نطاق لجنه التوافقات. اهم يعني اهم الفصول نقاط الخلافيه، نقاط الخلافيه صاروا في لجنه التوافقات. ومن بعد مناش خفنا، خفنا وانه باش ندخلوا من النسخه نتاع 1 جوان. اذا دخلنا من النسخه نتاع 1 جوان شنو هو يضمن اللي التوافقات اللي صاروا؟ معناها باش حقيقه التعديل باش يصير في نطاق هذه التوافقات، وما يصيرش التدخلات وبالتعديل معناها التعديلات الاخرين للناس مش حاضره في لجنه التوافقات او غيره، نمشيو الجدل الكبير وما نخلطوش حتى باي سرعه، معناها ركزوا هالتوافقات هذا. وذاك علاش جات الفكره في الحوار الوطني باش نمشيو نحطوا التوافقات لجنه التوافقات في النظام الداخلي، هكاك نعطيوها معناها يكون عندها صيغه يعني قانونيه في داخل المجلس، ونعرفوا اللي فما اتفاق شامل بين رؤساء الكتل اللي راهو مهما كانت التعديلات احنا ماشيين بنسبة كبيرة ياسر من الناس الحاضرين كل إلى هذه التوافقات. إن شاء الله يكون تمشي ذاك، خاطر احنا ديما في أزمة الثقة فما عندنا ديو ديبا معناها ساعات تصير نوع من ما نقولوش كلمة تونسية غدرة يعني هاو قال اليوم احنا اتفقنا لين فماش تدخل معاه وتدخل ضد فما شكون تدخل ولهذا خرجوا عادوا اتفقوا باش نجموا نقدموا. أي جمال الدستور معناتها فيه 120 بند والتعديلات 145 145 147 تقريبا ما يقارب على 150 بند والتعديلات حد ما تسرب معناتها 250 تعديل تقريبا او اكثر بقليل 256 بالضبط. والسيد البارح السيد رئيس المجلس الوطني التاسيسي في حواره مع الزميل ياب شاوش فعلى الوطنيه الاولى قال وانه معناتها نهني التوانسه بالمسبق كونه يوم 14 جانفي باش نحتفلوا بالدستور الجديد نتاع تونس. في ظل هالبدايه هذه اللي معناتها بدات معناتها متعثره الى حد ما، تتوقعوا انه التوانسه باش يحتفلوا بالدستور يوم 14 جانفي؟ ان شاء الله. هي 14 جانفي باش تكون يعني ذكرى الثوره 3 سنوات، هذاك علاش على الاقل احنا تو المجلس التاسيسي مشكلته الكبيره من الاول حتى التاريخ ما شدوا. يعني كل ما التزموا برزنامه وعمره ما خلتوا يلتزموا برزنامه، وهذه فما رمزيه كبيره اليوم 14 جانفي، فما بلاد زاده في حاله ازمه كبيره ياسر يعني اقتصاديه واجتماعيه، فما حكومه يلزمها ترحل، حكومه جديده يلزمها تتنصب، ولهذا معناها اذا نخلتوا 14 جانفي يكمل الدستور وتكون حكومه جديده منصبه وبدينا نخدموا في المرحله الاخيره الانتقاليه الاخيره معناها الفتره هذه، يظهر لي هدف معقول، يظهر لي نجموا نكونوا متفائلين. نجم نكون متفائلين علاش؟ خاطر الخدمه اللي صارت بكل في لجنه التوافقات معناها ظاهره، انا عندي هاو قدامي كل اللي صار، يعني التمشي اغلبيه ساحقه اكثر من ثلثين راضيه به. من بعد باش تصير مقترحات تعديلات نجم تكون ماهيش باش تبدل يعني الصيغه الشامله، ماهيش تبدل مبدا التوافقات، تقول 250 تكون تعديلات بتاع منهج، تعديلات معناها ماهيش حاجه هامه حتى لغوية فما لغويه، فما حتى الشوط الثاني اليوم في الليل فما اجتماع نتاع لجنه التوافقات للشوط الثاني، الحاجات اللي خليهم يقولوا اقل اهميه حتى كان نتفقوا عليهم ممكن نجموا حتى نسرعوا اكثر في ما بيكونش جدل كبير حول هذه التعديلات. اليوم النهار الاول ولهذا هاوكا صاروا الناس تحب تتدخل معاه والناس ضد وطريقه العمل ماهيش هاوكا، نجموا نقولوا داج اليوم التوطئه كانوا فات التوطئه اليوم بعد فصلا فصلا، غدوه باش يكون فصل اول مهم ياسر، وكانت تزاد الفقره اللي تحطت في التوافقات اللي تقول لا يجوز تعديل هذا الفصل، يعني بدينا فصل 141 اللي ماشيين باش نحيوه، خاطر هو كان تذكروا فصل 141 كان هو يعني نقطه خلاف كبيره ياسر، هو انه حطوا معناها بعض الجمل اللي كانت مفروضه من الفصل الاول محطوطه باش ما يصيرش تعديل فصل اول الفصل الثاني كيف كيف. خلينا نشوف شنو فيه الفصل الاول، يعرف شنو الفصل الاول شنو اللي فيه الفصل الاول تونس اي يخققوا لها مع هويه الدوله، يعني تحدث على هويه الدوله في اعتقادك جوزنا الخلاف هذا على هويه الدوله؟ لا هذه الدوله هو كان فما اتفاق على الفصل الاول يبدو من الاول، يعني الاتفاق صار من ربيع 2012 من ربيع 2012 ولكن ايش صار؟ ايش صار في الفصل ايش صار من بعد؟ جاوا في الفصل 141 قالوا لا يجوز معناها تعديل الفصول وتعديل المعايير هذم اللي تونس دوله عربيه وبعد ودين تونس الاسلام، جاوا حطوا هكا وقت اللي الفصل الاول يقول تونس دوله عربيه دين والاسلام ولغتها ونظامها جمهوري، ولهذا معناها نعرفوا اللي فما في الفصل الاول هل الصيغه هذه تمشي لتونس او تمشي للدوله، في الفصل 141 ولا
واضحه كاينه ماشيه ضد الدوله. وذاك علاش الفصل 141 في لجنه التوافق يلغى الفصل يلغى الفصل على خاطر هو الفصل ما تحط كان شنو هما الفصول اللي ما يتعدلوش، ولهذا مشينا للفصول اللي ما يتعدلوش كيما الفصل الاول نقولوا ولا يجوز تعديل هذا الفصل انتهى. كيف في الفصل الثاني، خاطر الفصل الثاني يقولوا دوله مدنيه لا يجوز تعديل هذا الفصل. هكاك نكونوا ركزنا الحاجات معناها الاساسيه اللي متفقين عليها. سفيان بن حميده، في اعتقادك من هنا ل 10 ايام بالريتم هذا بالنسق اللي بدا اليوم بشويه تفاؤل اللي شفناه اليوم، قادرين ان نوصلوا الى دستور جديد يوم 14 جانفي؟ اخسر هو راهو معناها ان الساعه الدستور المصادق عليه ماهيش حاجة كبيرة، لأنه معناتهم عامين ونص يحكيوا فيه راهو. ماهيش نقاشات خذات أون لون أون لارج، ماهيش في الحقيقة ما يستحقوش النواب باش أنهم يحكيوا فيه، إن راهم متفقين. لكن مش مهم، المهم هو أنه اليوم بدينا مناقشة المصادقة على الدستور. الوقت ينجم يخلطنا وينجم ما يخلطناش، مربوط بالإرادة. وأعتقد أنه في إطار الحوار الوطني أغلب مكونات المجلس التأسيسي اليوم عندها التزام بإنجاح المصادقة، الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 جانفي. نقول أغلب لأنه ديما تلقى في مجموعة ديما شكون اللي خارج على السرب، لكن وزنهم ما يأثرش برشا إذا الأخرين يلتزموا بالتوافقات. ولنا نحب توافقات راهي ما هي ممكنة ما هي ناجحة إلا في إطار علاقات ثقة. أور مازلنا كي شفنا اليوم مازالت الثقة ما هيش موجودة 100%. شفنا محاولات تمطيط، محاولات واضحه معناها مش الورك متفاهمين على حاجه اخرى. ربي علاش شفنا انه سفيان كتقول محاولات معناها التمطيط، شنو الهدف منها زيد؟ الهدف انه ما نخلطوش لانه السوري كاتاستروفيك ماساوي فعلا لو انه الدستور انصدق عليه نهار 15 بالنسبه مش للكل مش بالنسبه للبلاد للبلاد ستادير يكون المجلس التاسيسي ما عمل حتى شيء باهي في المندام تاعو. احنا علاش راهو مهم انه يتم المصادقه على الدستور يوم 14 جانفي؟ باش المجلس التاسيسي على الاقل يعمل حاجه رمزيه. هي مش على الاقل في الحقيقه معناها مصادقه على الدستور ماهيش حاجه بسيطه، ماهيش حاجه بسيطه، اما يعمل حاجه مهمه وبرمزيه قويه. اليوم من الحاجات اللي تضحك في الحقيقة، معقول شيء أنه في بلاد إسلامية من 1400 سنة أو ما هيش أن مسلمة أن نختلفوا على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها رأي باش تقعد لنا في الليزانال أنه في الدستور متاعنا اختلفنا على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وين نحطوها؟ فهمت؟ الحمد لله اللي صدق الله العظيم ديما تبين من الاخر بالكل، معناها واضح. ماهيش مثبته. قبل تصحيحة المرزوقي ولا فهمت؟ ماهيش ثابته، تو نجيو نحكيو فيها. توفيق اعتقد وانه من الهام جدا وانه يوم 14 جانفي التوانسه يفرحوا، لانه من 14 جانفي بدايه الثوره التو ما احتفلنا بالثوره التونسيه. اقتصاديا التوانسه يعرفوا، اجتماعيا يعرفوا، امنيا يعرفوا. على الاقل يوم 14 جانفي نحتفلوا بهالدستور هدايا ميلاد الجمهوريه الجديده. اعتقد انه حركه النهضه هي اكثر اصرار على انهاء الدستور هدايا يوم 14 جانفي. اقول لك علاش؟ لانه فيها رمزيه تاريخيه كبيره برشا. السيد علي العريض مازال رئيس حكومه ويسعى الى انه، وهذا عبر عليه في الكواليس، انه يمضي على هالدستور هذايا. واعتقد يوم 14 جانفي سنحتفل باذن الله. جوستومون جميل باش انطلق من النقطه اللي وفيت بها بالضبط، باش نسال سياسيين ابراهيم، فهو برشا كلام على النقطه هذه اللي يقول فيه جمال، يقول انه رغبه النهضه في التسريع في المصادقه على الدستور وعلى الاقل وطي صفحه الخلافات، هو زاد فيه رغبه في انه على الاقل تحقق منجز تحت ظل الحكمه اللي هو الدستور، على الاقل قبل خروجها من الحكم. ترى الشيء هذا هو
ندخل وقتها في مسألة البيلان التأويلات يعني احنا في مرحلة تأسيسية مرحلة تأسيسية تهم النواب كل النواب مهما كانت ألوانهم سياسية، وحركة النهضة هي الممثلة عندها يعني الأكثرية في المجلس التأسيسي، ومن حقها بطبيعة الحال اللي ماذا بها ترغب أنه تنهي. وفي القانون المؤقت حتى للسلطات مكتوب يعني اللي رؤساء الثلاث هما يوقعوا على الدستور إذا الدستور معناها يوفى في وقت اللي فما حكومة رئيس حكومة يصحح. ولكن في خريطة التاريخ كان المفروض أنه الحكومة تخرج يعني بعد 3 أسابيع والدستور ينتهي بعد 4 أسابيع. سي راشد الغنوشي هذاك في شيخ راشد الغنوشي في الحوار الوطني طلب هو من الأول النقطة اللي كانت تقلقهم هي هذه، وأنه كيفاش الحكومة تخرج في فترة والدستور صدقوا عليه بعد أسبوع. تخوف ما كانش على الإمضاء، كان يقول كان ما اتفقناش على الدستور اللي هو تستقيل الحكومة وتتوالى، يعني كانوا خايفين لا يصير لهم اللي صار لنا بالضبط، يعني مدة غير محددة وتتوالى المدة وكذا ومعنى به. وهذا كي طرح المشكل في الحوار الوطني قال به كي ما نقبلوش باش الحكومة تقعد أكثر علاش ما نقدموش المصادقة على الدستور. بون توا 3 أسابيع 74 ولا لا معنى لها، احنا حطينا 7 أسابيع ولا 8 أسابيع باش اتفقنا على رئيس حكومة، معناها ولات ما عادش مسألة أسابيع ولات مسألة مبدأ. يبدو أنه فما اتفاق غير معلن هو أنه المصادقة على الدستور تصير في نفس الأيام مع خروج الحكومة، وفما رمزية اللي هي مطروحة وأنه تكون يعني رئيس الحكومة الحالي يمضي على الدستور. احنا النهضة في المرحلة التأسيسية عملت ما يكفي من الأخطاء باش في البيلان بتاعها معناها احنا كأحزاب معارضة نخرجوا اللي عملته بكله. هي يعني في الأخير خلطنا بعد مش يعني نقاشات طويل باش خلطنا الدستور يكون مدني مقبول في تونس وقت اللي نشوفوا النقطة اللي تطرقنا منها معاها يمضيوا على الدستور يا حبذا. انا ما راش حتى ما انت ما فماش مشكله، هذه مساله معناها مساله رمزيه معقوله ومعناها نفهموها. الأجمع خلينا نمشيو لتشكيل الحكومه والحكومه السيد مهدي جمعه، وانتم كنتم تقريبا من الداعمين للسيد مهدي جمعه، ما عندكمش برشا احترازات على والله. احنا في افاق تونس اقترحنا يعني من الاول 3 مرشحين اللي كانوا سي عبد الكريم الزبيدي وسي جلول عياد وسي راضي مدب. ثم كي قعدوا الأربعة الأخرانيين كان تتذكروا يعني كان فيهم سجلوا العياد، ولهذا ديما سندنا سجلوا العياد. وفي المرحلة الثانية وقت اللي صار التصويت الأخير كنا زادة صوتنا لسجلوا العياد، ولكن أعلننا من بعد معناها رضينا بالتوافق اللي صار الموجود، قلنا راو في سي مهدي جمعة، خاطر احنا كنا أساسا مشجعين يما رجل عنده يعني في الصيغة راو جوز مشاكل في تونس كبار، المسألة الأمنية والمسألة الاقتصادية والاجتماعية، ذاك سيدنا سي عبد الكريم الزبيدي ولا سي جلول ولا سي راضي. سي مهدي جمعة راو فيه في الأداء اللي عملوا كرئيس الصناعة، وكي يشوفوا البروفيل نتاعو يعني بصفة شاملة على المشاغل والرؤية الاقتصادية والاجتماعية نجم يكون رجل مرحلة. بعد انت والفريق اللي باش يكونوا انت والحياد اللي باش راهو في تكوين الحكومة وقت تكون عندنا مساندة معناها واضحة. في النقطة هذه انتم تساندوا الرأي اللي يقول معناها ما يلزمش الإبقاء على أي وزير من حكومة السيد علي العريفي. والله هذا اللي حبذناه، يعني هذا اللي حبذناه، وخاصة فيما يخص المسألة الأمنية. يعني فما خاطر مهما يكون كان باش يقعدوا وزراء من الحكومة الحالية باش يصير نوع من التقييم. يعني فما هم يقولوا فما وزراء مستقلين، اللي باش يقعد مستقل معناها كأنه سي مهدي جمعة قيموا اللي هو عمل أداء طيب، واللي مش باش يقعد كأنه عمل أداء يعني سلبي باش يدخل يعني من الأول. فما ناس وزير يعمل أداء بالطبيعة سلبي فما أداء هذه حقيقة دون لابسولو، ولكن هو يعني توا باش ينطلق في مرحلة وين ماذا بينا عنده أكبر معناها سند ممكن. الورقة البيضاء الأفونتاج بتاعها شنو هو؟ أنه نشوفوا كفاءات جدد يدخلوا للحكومة هذه الأخيرة يعني المرحلة الانتقالية هذه. وزادنا كي ندخلوا في البيلان الحقيقة تو مثلا في وزارة الداخلية فما جدل، ناس تقول لك اللي صار معناها عام 2008 أشهر متاع 2013 في وزارة الداخلية، يعني صار سي محمد البراهمي الله يرحمه يعني صار اغتياله، صاروا برشا مشاكل معناها، يعني يقول لك فما بالكش معناها النقابة إيجابية ولكن
شنو صار بالضغط اللي صار من الوزارة الأولى، شنو صار في التعيينات، تعيينات الحزبية ما تعودش تشوفوا بكل، ولهذا معناها فما جدل كبير. علاش ندخلوا في هذا الجدل؟ يقول لك سيمادي، ممكن يقولوا أطراف أخرى يقول لك بالكش هذه وزارة صعيبة، الحالة الأمنية صعيبة، بالكش الوزير هذا مساند من وزير داخلي، من وزير أول غير حزبي ينجم يعمل أداء أحسن. احنا يبدو لنا في أفاق تونس وأنه الورقة البيضاء بوزراء جدد يعني بكفاءات جدد لتونس بحكومة مضيقة ممكن تكون أكثر حظوظ لمساندة شاملة من وهذا شعبرنا عليه في الحوار الوطني، ويبدو كل الأطراف المشاركة في الحوارات ماذا بها تمشي في هذا الاتجاه. تبقى خريطة طريق تقول رئيس الحكومة يقدم حكومته، يكون حكومته بكل حرية ويجي معناها هو يطرح كيفاش يراها، هذايا معناها من حقه بطبيعة الحال أقل حاجة تنجم تكون. عندكم علم كونه يوم 8 جانفي لابد من تقديم هذا الاتفاق في الحوار الوطني. سفيان ملاحظة أخيرة قبل ما نختم. هو هذه من المفارقات متاع تونس، هو أنه عادة الورقة البيضاء هي الأوبسيون اللي نحاولوا نتحاشيوها لأنه ما تسمحش باش أنه نبنيو ديما نعودوا من جديد. في تونس المفارقة في تونس هو أنه الورقة البيضاء هي اللي تولي أحسن فرضية لحكومة فاشلة الوضع العام هذا شيعتي، وأنه تولي الورقة البيضاء هي المهم. أنا إش قاعد نشوف هو أنه في الحقيقة السي المهدي جمعة ما همش موافقين عليه برشا، لكن قابلين به الكل. بالضبط، هذه مفارقة رأي، معناها ما همش قابلين به برشا، معناها ما همش موافقين عليه برشا لكن قابلين به الكل. نحبك لنصبر عليك معناها موجود وقابلين به وانتهى. حكومته يبدو أنه قاعدين نتوجهوا باش أنه يعطيوه هامش نتاع حرية في تشكيل حكومته، وهذا سيتون شانس. معناها وهذه مفارقة أخرى أنه وزير أول اللي من الأول ما همش موافقين عليه يعطيوه هامش الحرية هذا الكل. دونك شو نقول أنه تشكيل الحكومة اليوم باش يولي مسألة على ليميت بعدت على الأحزاب ودخلت ما بين الوزير الأول والحوار الوطني بتوجيه من الرباعي، لأنه فرق ما بين الحوار الوطني والحوار الوطني مع الرباعي. طريق سالكة عفوا قدام النادي الجمعة. والله عنده ثلاثة أولويات واضحين، يعني المسألة الأمنية، المسألة الأمنية في تونس معناها مسألة مهمة ياسر، القضايا متاع شكري بالعيد وسي محمد البراهمي، الحدود مشكلة الحدود كبيرة، العنف حتى في الأحياء يعني بصفة شاملة، التوانسة ماهمش أمنين لهذا الحد، معناها مسألة أمنية مسألة مهمة ياسر، والمحيط الدولي، المشاكل اللي صايرة يعني في الصحراء، المشاكل اللي صايرة في ليبيا، يعني باش تكون مسألة مهمة جدا. فما الثانية هي بطبيعة الحال مشاغل الاقتصادية والاجتماعية، يعني مشاغل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الكارثة المالية، يعني شفنا مشروع المالية شنو صار فيه، شفنا مشروع التكميلي 2013. مشروع المالية معناتها توفيق راهو يشجع حتى مستثمر أجنبي باش يجي لتونس، باش يكون عنده يعني في المشاغل الاقتصادية والاجتماعية خاصة المسألة المالية، خاطر يزم موارد اليوم حد ما عنده ثقة في تونس، النوت بتاع تونس هبطت، ولهذا يزم يرجع الثقه ويكون عنده يعني الامكانيه باش يكون وزير الخارجيه مهم ياسر. وزير الخارجيه مرة هذه باش يكون اكثر، يعني يزم يكون اكثر في العلاقات الخارجيه في المساله، فما وزير ماليه باش يكون مهم ياسر، وزير ماليه والاقتصاد باش يكون مهم. ولهذا في الحكومه يزم تكون فريق يرجع الثقه للناس اللي تنجم تعيننا في المساله الماليه والموارد، ومن بعد في الاقتصاد يزم ترجع النجاعه، في هذا احنا عندنا ثقه. مهدي جمعة اللي رينها عمل في وزارة الصناعة، يعني النجاعة في المكان في الاقتصاد يزم زادت البلاد تنظاف، يزم تنظاف، يزم نعطيه الإمكانيات البلديات باش البلاد تنظاف. رانا عايشين في الوسخ في تونس، في كل في أغلب الجهات، بعض البلديات هكا لاحظت في المهدية، في رادس، في بعض البلديات ممكن الأمور ماشية، ولكن كارثة وطنية. وبعد فما بعض المشاريع، أنا مشيت لقابس أخيرا، قابس معزولة
طريق السياره سويق سقيبس واقف المشروع واقف اكثر من عامين توا على خاطر ما تفهمناش مع الشركات اللي مشيت وخرجت من البلاد. ولهذا يلزم النجاعه ترجع، يلزم يكون عنده سميوه ما احنا لي كويكوين، يلزم معناها في ال 45 50 يوم الاولانيين يعطي اشاره اللي البلاد رجعت تخدم واللي الدوله رجعت. هذو زوج حاجات اللي حقيقه كارثيه كانوا في السنه الفارطه. واضح حسين ابراهيم. النقطة الثالثة بطبيعة الحال الحياد للانتخابات، يعني لجان حماية الثورة نسيناهم هذوما راقدين توا راقدين، ولهذا انا خرجت معناها ايش صار في دار الضيافة لجان حماية الثورة، صار اتفاق مع حركة النهضة اللي باش يحلوه يلزمهم يتحلوا، ما عادش ممكن هذوما لجان حماية الثورة كي يهجموا علينا في 1 فيفري ويهجموا على حزب الوطن في 2 فيفري وغيره يلزم يقفوا، يلزم مسألة الإعلان مش ممكن باش نعاودوا نخوضوا انتخابات مرشح الرئاسية عنده قناة يقعد نهار في التلفزة وهو يخطب على الناس. لهذا معناها يلزم فما قانون، زاد مساله الاعلام كيفاش باش يصير الانتخابات، مساله المال نفس الحزب احنا في المستير فرضنا ل 17 اكتوبر جاو فلوس والهيئه العليا للانتخابات ما نحتوش، مساله قانون الاحزاب والجمعيات يعني المحيط للانتخابات زاد عنده مهمه كبيره. هذو لي تروا شابيتر راهم الامن الاقتصاد والمسائل الاجتماعيه والمناخ الانتخابات. المناخ الانتخابات يعطيك الصحه ياسين ابراهيم رئيس حزب افيق تونس، بارك الله فيك نورتنا اليوم بالحضور. احنا بعد الفاصل مش نحكيو على السبيطارات التونسية اللي بقات بلاش أطباء اليوم، علاش وقتاش مش ترجع وشنو التصعيد اللي لوحوا به الأطباء بعد الفصل.